فكنت أقول بأن الحمد لله خطاب جلالة الملك رسم لنا الطريق لما يجب أن نقوم به رجالا ونساء لإعطاء المدلول الحقيقي للمساواة بين الرجل والمرأة، لما هو منصوص عليه في الدستور المغربي الذي ولله الحمد كان تتويجا لجميع الخطوات التي قام بها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك لتحسين وضع المرأة وإعطاء للمرأة ما تستحقه. ولكن راه ما وصلت شيء، ماشي يعني أن درنا هذا الشيء هذا وراه الدنيا بخير، زال كثير من الأشياء. وما غنعطي شيء أمثلة، لأن جلالة الملك نصره الله في واحد الفقرة قالها صراحة، فالأمر يقول جلالة الملك: فالأمر هذا هنا لا يتعلق بمنح المرأة امتيازة مجانية، وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية، وفي مغرب اليوم لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها. انتهى كلام جلالة الملك، وهذا هو الواقع الذي خصو يكون مع الأسف ما هو موجود الآن. ونفكر غير في البرلمان ولا في الانتخابات تنقولوا اللائحة راه ايوا راه غير صوتنا عليكم، راه ماشي انتم، راه كذا. وصل الوقت اللي نقطعوا مع هذا التفكير ومع هذا المنظور. المرأة يجب حقيقة أن تعطى حقوقها وأن نراعي مكانتها كاملة. وأضاف جلالة الملك أن المدونة رغم يعني كل التحسينات التي دخلت عليها، هناك إخلال في تنزيل بعض المقتضيات القانونية أو عمل بعض المؤسسات، ويجب أن نعالج هذا وأن نعالجه حتى نصل إلى المبتغى. فمن هذا من هذا المنطق لابد أن نقول أن اليوم علينا واحد الحمل، واحد ثقيل كرجل وكامرأة، لأن ما بغينا شيء نبقاو في هذا المنظور. لا أقول يعني منظور يعني تيطيح من المرأة أبدا، ولكن في هذا المنظور اللي مازال هذا الحديث اللي بدا في القرن 19 راه الدفاع عن حقوق المرأة يعني كان دائما موجود. ولكن واش غادي نبقاو يعني من القرن 18 غنبقاو حتى القرن 15 25؟ راه أوصل الوقت. الحمد لله نحن دولة إسلامية، الحمد لله هناك يعني بعض الضوابط، ولكن هناك هامش كبير ما بين هذه الحدود لكي نحسن من أداء المرأة، وخصوصا من تحسين الوضع ديال الأسرة المغربية، لأن المدونة كما ذكر جلالة الملك ليست مدونة الرجل ولا مدونة المرأة، بل هي مدونة الأسرة تراعي للتوازن داخل الأسرة ولحقوق الأطفال وكل ما يمكن أن نقوم به في هذا الباب. ومن هذا المنطلق أنا شخصيا يعني جد مسرور بهذا الحضور المتميز اللي فيه يعني فاعلات وفاعلين يهتمون بهذا الموضوع. ونحن نتطلع في حزب الحركة الشعبية إلى ما يمكن أن يخلص إليه هذا النقاش وهذه الندوة لكي تساعدنا إن شاء الله الخلاصات على معرفة ما يمكن أن نقوم به كأحزاب سياسية. عندنا منظورنا بطبيعة الحال راه موجود وراه غادي نعبروا عليه في المؤتمر المقبل الأسبوع المقبل، ولكن هذا لا يكفي. نريد أن نستمع إليكم، نريد أن نستمع إليكم لمعرفة كيف يمكن أن نذهب بعيدا في هذا المجال، حتى لا نبقى دائما شي تيقول بان راه تنتصدقوا على المراه، شي تيقول بان راه المراه خدات اكثر من حقها، شي تيقول ان المراه ما خدات والو. لابد ان نحيدوا هذا اللبس ونعرفوا بان اليوم المشكل ماشي رجل وامراه، ولكن مشكل حقوق، مشكل مساواه، مشكل ان المغرب يحتاج لابنائه وبناته كلهم للتقدم وللتطور وللنمو. وأتمنى لأشغال هذه الندوة النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.